اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف الترند المحلي واهم واخر الاخبار المحليه. مصدر اتحاد الكوره اللي في الجول قال لهم ان في ماتش مع منتخب بلجيكا، ماتش ودي، وتم الغاء مباراه الارجنتين بشكل نهائي، وشوف ان ده احتكاك طبعا مميز جدا جدا. طيب، اقامه مباراه بلجيكا هيكون يوم 15 نوفمبر، بالتالي سيغير البرنامج الذي وضعه ده اللي هو فيتوريا، لانه اراد اقامه مباراه مع منتخب اخر يوم 18 نوفمبر، بالتالي المباراه الوديه الاخرى ستكون قبل مباراه بلجيكا ولم تتحدد بعد هويتها. مباراه بلجيكا يوم 18 مش 15، 18 مباراه بلجيكا، 15 بعدها هتبقى مباراه ثانيه لسه ما تمش تحديد الفريق اللي هيقابله منتخبنا، كان ممكن الارجنتين بس الموضوع باظ يعني، ومش ما فيش مباراه ما بين مصر والارجنتين. طيب، لسه مع حساب الاتحاد المصري لكره القدم، واللي بيقول ان البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي عقد مؤتمر او هيعقد مؤتمر صحفيا غدا الاحد في 8 الساعه 3 عصرا باستاد الاسكندريه، الحديث عن معسكر المنتخب اللي انطلق الجمعه استعدادا للصفات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. نتمنى له يا رب كل التوفيق. لسه مع حساب الاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيقول ان الحاج عامر حسين حرص، لو طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، حرص على زياره معسكر المنتخب الاولمبي الجاري بالاسكندريه استعدادا لخوض التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. كمان واضح فيه اهتمام طبعا كبير جدا، وانا بشوف ان التعاقد مع اثنين من المدربين العالميين، او بالتحديد يعني واحد زي فيتوريا مدرب كويس جدا بعقد طويل، دي حاجه ايجابيه. نفس الحال بالنسبه لميكالي، راجل عنده سي في محترم، فخطوات ايجابيه من اتحاد الكره ان شاء الله يكونوا موفقين فيها. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه. نروح كمان لحساب الاتحاد المصري لكره القدم واللي بياكد سلبيه مسحه المنتخب الاولمبي قبل الانتظام في معسكر الاسكندريه، ودي لقطات من اجراء المسحه الخاصه بال يعني البعثه كلها يعني. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين باذن الله تعالى. ده الترند المحلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه نرجع نتكلم في الشق العالمي شويه، اقول لكم كمان اخر النتائج في الدوري الانجليزي. يلا نروح.